أخبارنا الرياضية، فاز فريق الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل خلال اللقاء الذي أقيم باستاد الإسكندرية في الجولة 20 للدوري. الأهلي بذلك يتصدر المجموعة الأولى برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة، وأحرز الهدفين اللاعب عمرو جمال في الدقيقتين 11 من الشوط الأول والدقيقة 74 من الشوط الثاني. أيضا فاز فريق المقاولون العرب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. أحرز هدفي المقاولون محمد أبو شعيشع في الدقيقة 3 من الشوط الأول ليرفع محمد فضل النتيجة لصالح المقاولون بالهدف الثاني في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وبتلك النتيجة يرفع المقاولون رصيده ل 29 نقطة في المركز الرابع، في حين يبقى رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 13 في المركز الأخير. كما فاز فريق الداخلية على فريق الرجاء بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، وأحرز أهداف الداخلية الغاني لاماكوني ثلاثة أهداف وحسام سلامة هدفا وأحمد تمساح هدفا، بينما أحرز هدفي فريق الرجاء طارق سالم وأمير قيصر، وبتلك النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما يبقى فريق الرجاء بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة. حافظ المنتخب المصري على المركز الرابع والعشرين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للشهر الثاني على التوالي، وذلك قبل خوض تجاربه الودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا. كما واصل المنتخب تصدره عربيا وحلف المركز الثاني بعد كوت ديفوار إفريقيا، ويتأهب الفراعنة لخوض مواجهتين وديتين أمام تشيلي وجامايكا استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015 في المغرب. في ختام نشرة الخامسة نذكركم بأبرز عناوينها. محلب يستأنف جولاته الإفريقية بزيارة غينيا الاستوائية. غدا غلق باب الانسحاب من الانتخابات أمام مرشحي الرئاسة. وطلاب الإخوان يواصلون أعمال العنف في الجامعات. نهاية نشرة الخامسة، شكرا للمتابعة.